حققوا أرباحاً ضخمة خلال جائحة كورونا، وقفز بعضهم نحو قمة أثرى الأثرياء، لكن هذه المكاسب تلاشت منذ بداية 2022 وسط انهيار أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم المخاوف من التضخم. عام أسود بالنسبة لهؤلاء الأثرياء، فمن هم أبرز الخاسرين؟ وما هو مقدار خسارتهم؟ وهل تعرفون أين يعيش معظمهم؟ خلال الخمسة أشهر الأولى للعام 2022 خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار حتى الآن. تصدر القائمة رجل الأعمال الصيني شانغ بينغ زاو بخسارة بلغت 85.6 مليار دولار، ثم إيلون ماسك الذي فقد ما يزيد على 73 مليار دولار، ثم جيف بيسوس الذي خسر 65.3 مليار دولار. وفي المركز الرابع حل مارك زوكربيرغ بخسارة بلغت 64.4 مليار دولار، فاقداً أكثر من 51% من ثروته في أقل من 6 أشهر. وحل برنارد أرنو خامساً ب 56.8 مليار دولار. الخسارة تمثل تناقضاً صارخاً مع ما حدث خلال العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أمريكا الشمالية. التقرير كشف أيضاً أن الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر شهدت ثرواتهم زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2020. أما الأشخاص الذين لديهم مليون دولار إلى 5 ملايين دولار والمعروفون بأنهم أصحاب الملايين المجاورون، فشهدت ثرواتهم أبطأ نمو بنسبة 7.8%. التقرير أوضح أن الثروة الهائلة الناتجة عن التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة أدت إلى ظهور المزيد من الأفراد الشباب والأثرياء، بما في ذلك في مجال العملات المشفرة. أعداد الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2% فقط، لكنها تراجعت عن أوروبا وأمريكا الشمالية بعدما هيمنت على نمو الأغنياء على مدار العقد الماضي. لكن أين يقيم أثر الأثرياء في العالم؟ تقرير حول الثروة العالمية أصدرته شركة كابجيميني الفرنسية يشير إلى أن الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا تأتي في صدارة الدول التي يعيش فيها معظم أثر الأثرياء، فهذه الدول الأربع تستحوذ على نحو 64% من أصحاب الثروات الضخمة على مستوى العالم.